نروح دلوقتي لاخبار الانديه المصريه، والبدايه هتكون من عند اخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بيختتم الفريق الاول تدريباته اليوم الخميس استعدادا للمباراه الهامه والمصيريه امام فريق القطن الكاميروني، المباراه بكره ان شاء الله في بطوله دوري ابطال افريقيا. المباراه هتكون الساعه 6 مساء، كلنا طبعا في انتظار هذا اللقاء. وصلت خلاص بعثه النادي الاهلي مساء امبارح كان يوم الاربعاء الى الكاميرون، بعد يعني رحله استغرقت 5 ساعات ونص منذ اقلاعها من مطار جوهانسبرغ في جنوب افريقيا. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي يعني طار من جنوب افريقيا على طول الى الكاميرون، وصولا الى مطار جروة في الكاميرون. بيخوض كمان النادي الاهلي مرانه الوحيد اليوم في مدينه جروة النهارده، وكان النادي الاهلي خاض مرانه صباح امس الاربعاء على ملعب الجامعه بمدينه بريتوريا في ختام طبعا استعداداته بجنوب افريقيا قبل التوجه على طول الى مطار جوهانسبرغ، وطار على طول الى جروة. وحرص كمان الجهاز الفني للنادي الاهلي على عقد جلسه مع اللاعبين قبل المران، اتكلم معاهم عن اهميه طبعا مباراه القطن الكاميروني، واتكلم كمان معاهم عن نقاط القوه والضعف لدى فريق القطن الكاميروني، واتدرب الفريق على تنفيذ كمان الجزء الخططي خلال تدريبات الكره. طبعا النادي الاهلي عنده مباراه قويه جدا، النادي الاهلي لازم قبل ما يفكر في ان سان داونز يعمل نتيجه ايجابيه امام فريق الهلال يوم السبت القادم، لازم النادي الاهلي يركز على اهميه الفوز، فوز لا بديل سوى الفوز للنادي الاهلي قبل ما يفكر في نتيجه مباراه السبت. لازم كل النادي الاهلي ان هو يبقى طبعا بكل جديه يلعب المباراه، زي ما احنا شايفين كولر معانا على الهواء مباشره، شايفين الصور من تدريبات النادي الاهلي وشايفين كمان الجديه وحاله يعني اكيد حاله من الحزن اكيد موجوده في النادي الاهلي بسبب نتائج في الفتره الاخيره، لكن خلاص الجهاز الفني حاول ان يهيئ اللاعبين يعني بشكل جيد في الفتره القادمه، وهيئ اللاعبين نفسيا ان هم يكونوا جاهزين لمباراه طبعا القطن بكره ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك ايضا المباراه الساعه 9. عايز اكمل برضو اخبار النادي الاهلي، هيخضع كمان سوسي مارسيل كل اليوم يعني هيضع الرتوش الاخيره على خطه الفريق وتشكيل النادي الاهلي لمواجهه القطن الكاميروني، طبعا مواجهه الهامه خاصه ان فرصه النادي الاهلي عايز اقول لحضراتكم في التاهل لنص النهائي لدوري الابطال ما زالت حتى هذه اللحظه قائمه، ان كان يعني وان كانت نقدر نقول نتائج الاخرين هيكون ليها دور طبعا بشكل كبير جدا في التاهل. لازم يكون في نتيجه ايجابيه من فريق سان داونز امام فريق الهلال السوداني زي ما قلت لحضراتكم يوم السبت الجاي، اما بالتعادل او فوز ان شاء الله سان داونز باللقاء هيسهل طبعا الامور على النادي الاهلي، لكن يجب على النادي الاهلي هو الفوز غدا ويركز في الفوز الاول على فريق القطن الكاميروني في مباراه طبعا بكره زي ما قلت لحضراتكم، المباراه تكون الساعه 6 مساء. طلب كمان كولر من لاعبي النادي الاهلي ان هم يتحلوا بروح العزيمه والاصرار في مشوار الفريق بدوري ابطال افريقيا، وان هم ما يستسلموش بعد الخساره الاخيره من سان داونز طبعا ب5 اهداف مقابل 2. وتحدث كمان واكد كولر في جلسه يعني مطوله مع اللاعبين خلال الساعات اللي فاتت، اكد كولر للاعبي النادي الاهلي ان مثل هذه الكبوات تحدث لجميع الفرق والمنتخبات الكبرى في العالم، ويجب ان يتعلم منها الفريق للخروج سريعا من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى لنغمة الانتصارات والبطولات. وطلب كمان كولر مدير فني النادي الأهلي بلاعبيه بالاستفادة من دروس مباراة سان داونز حتى لا تتكرر الأخطاء دي مرة أخرى، طبعا شفنا أخطاء كتيرة على الصعيد الدفاعي في مباراة سان داونز، وشدد ليهم كمان على أن الجماهير تنتظر منهم التصحيح والفوز إن شاء الله على فريق القطن الكاميروني بكرة، ثم بقى بعد كده نفكر في المباراة الأخيرة هي مباراة الهلال السوداني في القاهرة ويجب أيضا الفوز بها. كولر كمان استقر يعني بنسبة كبيرة عايز أقول لحضراتكم على الدفع بالثنائي بيرسي تاو ومحمد شريف في خط الهجوم في طبعا في مباراة القطن بكرة، بعدما ظهر الثنائي يعني كان ظهروا بشكل مميز في مباراة سان داونز يعني رغم الخسارة، لكن شفنا بيرسي تاو وانطلاقاته ومهاراته الفردية، محمد شريف كمان أدى بشكل جيد، فبنسبة كبيرة بكرة هنلاقي بيرسي تاو جناح وهنشوف محمد شريف في خط الهجوم. النادي الأهلي يبدأ طبعا من بداية المباراة تركيزه فقط على الفوز، والنادي الأهلي قادر يعني إذا ركز النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي وكولر بدأ بالتشكيلة المناسبة للنادي الأهلي بكل تأكيد بكرة النادي الأهلي هيعود إن شاء الله بالكاميرون ب3 نقاط. خليني برضو أقول لحضراتكم يعني خبر كده من الكواليس، والنادي إدارة النادي الأهلي رفضت برئاسة الكابتن محمود الخطيب فتح الباب أمام إمكانية رحيل مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي
بعد الهزيمة الكبيرة أمام سان داونز، واستقرت إدارة النادي الأهلي على أن هم يأجلوا حسم مصير مارسيل كولر إلى نهاية الموسم الجاري، وعدم مناقشة موقفه في الوقت الحالي، وعدم محاسبته يعني بالقطع بنتيجة مباراة أو اتنين، لكن يتم يعني محاسبة المدير الفني بشكل عام على البطولات في نهاية الموسم سواء المحلية أو البطولات الإفريقية. إدارة النادي الأهلي كمان شايفة يعني إن الفريق الأول ماشي بشكل كويس جدا في المسابقة المحلية في بطولة الدوري حتى الآن، ويمكن يعني متصدر جدول ترتيب الدوري العام حتى الآن بفارق يعني مريح جدا عن أقرب منافسيه، مع التأهل كمان لنهائي كأس مصر، وإن السويسري يعني مارسيل كولر كان ليه دور كبير جدا الإدارة شايفة في تحسين مستوى الفريق هذا الموسم، وإنه يستحق المساندة حتى النهاية بعد ما قدم يعني مع الفريق موسم جيد حتى الآن، خصوصا في بداية الموسم الحالي، لأن عقده يعني في بند بيسمح بفسخ التعاقد لكلا الطرفين من جانب واحد بشكل مجاني دون الالتزام بدفع شرط جزائي، بشرط يعني أنه يخطر الراغب في عدم استكمال التعاقد الطرف الآخر قبل 15 يوم من نهاية الموسم الحالي، وحالة عدم الإبلاغ هيتم بقى تجديد العقد الموسم جديد بشكل تلقائي، وده اللي احنا متعودينه دايما من اداره النادي الاهلي، ان بيتم محاسبه المدير الفني في نهايه الموسم، وان يعني الجمهور بيفتكر طبعا ايام زي ما احنا فاكرين مارتن يعني لاسارتي المدير الفني الاوروجواني خسر 5 ايضا من فريق سان داونز، وكان يعني الجمهور غاضب بشده بعد الخساره طبعا الكبيره من سان داونز بـ5 اهداف نظيفه، ولكن النادي الاهلي يعني صبر على مارتن لاسارتي، وبعد كده تم توجيه الشكر للمدير الفني، لكن النادي الاهلي شايف مارسيل كولر يعني ان هو مشروع في الفتره المقبله، بادي بشكل جيد جدا في بطوله الدوري العام، وصل لنهائي الكاس زي ما قلت لحضراتكم، وفي فرصه قائمه للنادي الاهلي ان هو يركز في مباراه الغد ثم مباراه الهلال السوداني، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ابتداء من مباراه القطن بكره ان شاء الله.